دلوقتي نروح مع حضراتكم لدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني بالحديث عن قمة مجموعة العشرين، هذا التكتل الاقتصادي العالمي الأهم، وبكل التغيرات الجيوسياسية والتوترات الدولية إثر الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات ما بين الجانب الصيني والأمريكي والصيني والهندي، كيف يمكن للاتحاد الأفريقي بانضمامه لقمة مجموعة العشرين كلاعب جديد أن يحدث حلحلة ويستفيد من وجوده مع هؤلاء الكبار في تكتل اقتصادي هام قمة مجموعة العشرين؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد قمة العشرين في هذه المرحلة بتنعقد في وقت مهم جدا، العالم بيمر باضطرابات اقتصادية كبيرة جدا. نتابع كيف أن التكتلات تسعى إلى توسيع نطاقها، تابعنا تكتل بريكس وكيف أنه يوسع من نطاقه، كثير من التعاون أو التعاون الإقليمي بيعاد تشكيلها. قمة العشرين هي تأسست من البداية في 90 لمواجهة أزمة صحيح عالمية وتشكلت على مستوى وزراء المالية، ثم في 2008 تم ترقية هذه المجموعة إلى مستوى الرؤساء لتواجه المشكلات المتعلقة بأزمة الرهن العقاري التي حدثت في هذه المرحلة. هذه القمة التي تضم المجموعة الأكبر من الدول في العالم، تضم دول من تكتل بريكس، تضم دول من المجموعة السبعة، بتتوسع لتضم الاتحاد الإفريقي، موجود فيها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الكثير من المؤسسات. هي تأتي في هذه المرحلة وتعترف بالدور الإفريقي وتعترف أنه لا يوجد إصلاح للنظام الاقتصادي العالمي أو معالجة لهذا الأمر إلا في وجود إفريقيا والقوى المؤثرة في إفريقيا وعلى رأسها مصر. فوجود مصر في هذه القمة هو اعتراف من مجموعة العشرين بدور الدولة المصرية وبقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الفترة القادمة، كما أن وجود مصر يعبر عن نجاح الدبلوماسية المصرية. تأثير السيد الرئيس بدأ واضحا منذ رئاسته للاتحاد الإفريقي، حيث أنه حمل هموم القارة وكان أفضل من يتحدث باسم القارة وتطبيق مشروعاتها. الانخراط في مثل هذه التكتلات، سيما هذا التكتل الكبير قمة العشرين، بيأتي إليه ويذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملا هموم القارة الإفريقية متحدثا عنها راعيا لما تبناه خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019. ربما كانت تداعيات الكورونا في 2020 وتداعيات الحرب الأوكرانية خلقت مشاكل متعلقة بالتمويل. إذا فهناك حديث من السيد الرئيس، وتصور أن السيد الرئيس طالما نادى باقتصاد ونظام عالمي اقتصادي أكثر مساواة، هذا ما تبتغيه الدولة المصرية، وهذا يفرض التوازن والتكافؤ، ويمكن ده اللي بتبحث عنه الدول النامية. والحديث عن الديون والاقتراض ده يمكن حديث هام جدا بتنتظر الدول النامية، لأن احنا بنتكلم عن تنمية مستدامة بوجود كل المؤسسات الدولية اللي بتمنح هذه القروض. ازاي ممكن ده يحدث الفارق بوجود الاتحاد الأفريقي داخل قمة مجموعة العشرين؟ طبعا الاتحاد الأفريقي اليوم عندما يكون موجودا هو يأتي بتحدياته، هو لديه تحديات متعلقة بالديون، لديه أيضا تحديات متعلقة بصناعة التنمية وفقا لخطته واستراتيجياته الشخصية ومشاريعه التي حددها كمشروع ربط القاهرة بجوهانسبرج، ربط البحر الأبيض المتوسط بحيرة فيكتوريا، مشروعات البنية الأساسية، مشروعات التحول الرقمي. هو لديه مشروعات، لديه أيضا مشروعات في الطاقة والتكنولوجيا. هو يأتي ليطلب بحقوقه، يعني هناك وعود كثيرة من الدول المانحة وهناك وعود كثيرة متعلقة بقمة المناخ. حتى في شرم الشيخ كانت هناك وعود بمساندة الدول الإفريقية. السيد الرئيس يذهب ليؤكد على أن الدول الإفريقية تحتاج إلى هذه الوعود، تحتاج إلى تفعيل هذه الوعود. الاتحاد الإفريقي يريد أن يكون له دورا، وهو له دور بالفعل، ولا يوجد نظام عالمي اقتصادي عادل
بدون النظره بعداله الى الاتحاد الافريقي، فتحسين معيشه المواطن الافريقي سينعكس بالإيجاب على المواطن الاوروبي، سيكون هناك حد من الهجره غير الشرعيه، سيكون هناك قدره شرائيه لدى المواطن الافريقي من اجل ان يكون هناك تبادل تجاري عادل وتبادل تجاري يخلق مزيد من النمو الذي ينعكس بالإيجاب على المواطن الافريقي وعلى المواطن الموجود في كل انحاء العالم من الدول التي تنخرط في علاقات اقتصاديه مع دول الاتحاد الافريقي. صحيح، يمكن الحديث عن خطوره تقسيم العالم زي ما اسماء السيد رئيس ماكرون حديث هام جدا داخل القمه، والبحث عن فرص متكافئه ومتوازنه اقتصاديا ده حديث هام جدا سيطرح داخل القضايا اللي بتتناولها مجموعه ال20. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.